أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، وأن مواكب الرسالات من لدن أرسل الله إلى سيدنا آدم إلى أن ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ الإيمان فيها لا يتغير. حينما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالحق يريد من المؤمن به أن يؤمن بالقمة العليا وهي الإيمان بواجب الوجود الأعلى، وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتابا، وأن يؤمن عنه بالبلاغ رسالة على أي لسان رسول. فالذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر ثم يؤمنون برسول ثم يزدادون كفرا بالخاتم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لهم مجال مع الهداية إلى الله، لأن الدين الإسلامي جاء بالنهاية الخاتمة الحاسمة، فليس للسماء بعد ذلك استدراك وليس لأحد بعد ذلك استدراك. ولذلك قال في الأول آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وقال في الآخرة ثم ازدادوا كفرا، أي أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مجال أن ينتظروا رسولا آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنون به. ما لم يكن الله ليهديهم، لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه. الله لا يتجنب بأن يمنع الهداية عمن قدم يده إليه، بل يعاونه في هدايته. أما من ينفض يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان، فالله غني عنه، وما دام غني عنه فسيظل في ضلاله، لأن الهداية لا تكون إلا من الله. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية أخرى، لأنه لا هادي إلا هو. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى الجنة، لأنهم لم يقدموا الأسباب التي تؤهلهم للدخول إلى الجنة، وفي ذلك يشرحها الله في آيات أخرى. لم يكن الله ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فهو طريق معبد بالنسبة إليه. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأن سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تأتي من أصيل في الإيمان، ولكن تأتي بمتلون في الإيمان، تبدو له أسباب فيؤمن وبعد ذلك تبدو له أغيار فيكفر، وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. فيقول الحق بشر المنافقين، ونحن نعلم أن المنافق هو الذي جمع بين أمرين إعلان إسلام وإبطان كفر، هذا هو المنافق. وقلنا إنها مأخوذة من نافقاء اليربوع، اليربوع حيوان صحراوي يخادع من يريد به شرا، فيفتح لنفسه بابين، يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب إيه؟ من باب آخر، فكأنه لينتظره على هذا الباب، وإذا به قد صنع له بابا آخر ليخرج منه، من نافقاء اليربوع. الحق سبحانه وتعالى يقول بشر، ونحن نعلم أن البشارة هي الإخبار بشيء يسر سيأتي زمنه بعد. بشر المنافقين
وهل المنافقون يبشرون؟ إنما يبشر أهل الخير بما يسرهم. المنافقون إنما ينذرون ولا يبشرون. ولكن الله سبحانه في أساليبه البلاغية تعبيرات، هذه التعبيرات تصعد العذاب. ومعنى تصعد العذاب أنه لو قال أنذرهم بعذاب أليم كان الكلام يبقى محتمل، لأنهم مدام منافقين يبقى عندهم استعداد حيصنعوا الشر. أنذرهم، إنما يقال بشرهم، نعم ذلك هو التهكم والاستهزاء والسخرية. والتهكم والاستهزاء والسخرية من معينات البليغ على أداء مهمته البلاغية، وهذه هي المفارقات التي نسمعها كثيرا فتعطي صورة أصدق من الحقيقة. فإذا جئت لبخيل مثلا وقلت له وهو داخل عليك مرحبا بك يا حاتم، ماذا يكون موقف الناس؟ انك نقلتهم من مفارقة، جبت حاتم اللي هو اصل الايه، اصل الكرم، واستقبلت به بخيل، تبقى نقلت نقلتين. لو قلت له يا بخيل من اول الامر لكان فيها كفاية، ولكن حين تقول له يا حاتم يبقى معناها ايه؟ تقريع وتهكم وسخرية واستهزاء، لانك نقلته من وصف الى وصف مقابل اعلى منه، فبالمقارنة يبدو الفارق الطويل. اذا ما جئت مثلا لرجل طويل جدا ما تقول له مرحبا بك يا قزم، هذه هي المفارقة. اذا جئت مثلا لقصير وقلت له مرحبا بك يا مارد، اذا جئت مثلا لرجل طويل واردت ان تسلم ايه، ان تسلم عليه فتجلس عشان تسلم عليه مسألة. وكذلك اذا رأيت مثلا الرجل قصير واردت ان تتهكم منه تعمل ايه؟ تقوم مش تسلم عليه، تقوم تقعد انت وبعدين تمد ايدك تسلم عليه. هذا هو التقريع. فاذا كل هذه المفارقات انما تأتي للاداء البلاغي للمعنى الذي يريده المتكلم. فقول الحق بشر المنافقين معناه انكم صنعتم لانفسكم بالنفاق ما كنتم تحبون. من انتم نافقتوا ليه؟ ده كأنكم نافقتم لانكم تحبون العذاب. ومدام نافقتم لانكم تحبون العذاب فانا ابشركم بانكم هتتعذبوا. لان الذي ينافق ويعمل شيئا الا يريد منه الغاية؟ الغاية ايه من النفاق؟ انت لا شك انكم تريدون العذاب، فانا اذا قلت لكم انتم هتتعذبوا يبقى انا حققت لكم الغاية التي تريدونها. فقال الحق سبحانه وتعالى ايه؟ بشر. حين تريد تصعيد الامر تنقل مخاطبك من شيء الى الشيء المقابل وهو النقيض. مثلا واحد عطشان محجوز او معتقل او مسجون واراد ان يشرب شربة ماء، من الممكن ان تقول له لا وتيئسه من ان يشرب، تيئسه من ان تجيله كباية ماء. لكن ان اردت تصعيد العذاب فيه ماذا تصنع؟ تذهب وتأتي بكوب ماء وتقرب منه وتقدمه له، فاذا ما جاء ليمد يده ليشرب تدلو انت كوب الماء. يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو تصعيد العذاب. كذلك حين يقال بشر يوم السمع يفهم ان في حاجة تسر، فاذا قال بشره بعذاب اليم تبقى الغم جه مركب، انك بسطت نفسه بالبشارة ثم انهيتها بايه؟ بالنزارة. ولد مثلا عمال يلعب طول السنة، يا ابني ذاكر عشان ما تسقط، يا ابني لا ترسب، الامتحان قرب ومش عارف ايه، وبعد ذلك ذهبت في يوم اعلان النتيجة لتأتي بالنتيجة، فيقابلك الولد تقول له مبروك سقوط. الله الله الله، مبروك، بسطت نفسه على انه يستقبل خبر صار وبعدين سقوط، تعمل عنده القط. مش انت كنت بتلعب مش عشان تسقط، لازم كنت بتلعب عشان تسقط. يبقى انت يا سيدي مبروك ايه اللي في نفسك اهو جه لك. بشر المنافقين. وبشر، كلمة بشر لها علاقة بالمدلول الاشتقاقي، لان الانسان
حين تنتابه لانفعالات يظهر اثر الانفعالات على بشرة وجهه، لان الوجه هو العضو الذي يتأثر بانفعالات النفس، فان كان حزنا يحزن، ان كان سرور يسر، تعكس انفعالات النفس البشرية من سرور وبشاشة واشراق او عبوس وتجسد. فيسمي الحق سبحانه وتعالى القبر الذي يسر بشارة، لانه يؤثر في بشرة الوجه فيبدو اشراق النفس بما تسمع. بشر المنافقين، وقلنا ان كلمة بشارة توحي بان في خبر سر، فيأتي الخبر غير سر، كما يقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى يصور بها عذاب الكافرين يوم القيامة وكيف يصعد العذاب معهم، وإن يستغيثوا يغاثوا، ساعة تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا تفهم أن فرجا يأتي لهم أو رحمة تهب عليهم، فانظر إلى الإغاثة التي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. الله الله الله، يا دي اغاثه دي ولا تعذيب؟ لا، انه احب الحق سبحانه وتعالى ان يصعد العذاب، وقالوا ان يستغيث ويغاث، بس يغاث بايه؟ بماء كالمثل، ده يديلهم شده عذاب، ده اسمه تصعيد السخريه وتصعيد الالم في النفس البشريه، بان لهم عذابا اليما. بشرهم بايه؟ ما المبشر به؟ لأن لهم عذابا أليما. احنا قلنا ان العذاب يأخذ قوته من المعذب، فان كان المعذب ذا قوة محدودة كان العذاب محدودا، وان كان المعذب قوته غير محدودة يأخذ عذاب غير محدود. فاذا ما نسب العذاب الى قوة القوى وهو الله، فكيف يكون ذلك العذاب؟ يوصف العذاب مرة بأنه أليم أي مؤلم، ويوصف مرة بأنه مهين، ويوصف مرة بأنه عظيم. هذه الأوصاف كلها تتجمع، إلا أن لكل وصف جهة. فالألم هو إحساس النفس بما يتعب، وعظيم يعني بلغ القمة، قد يبلغ القمة ولكن المعذب يتجلى. نقول لا، لا يبلغ جلده ان يكتم الالم، قد يكون العذاب في ذاته عظيم الا ان المعذب يتجلى، وتجلده للشامتين يقول له لا يبلغ ابدا درجة تحمله انه ما يقدرش يدفع الالم، يبقى مع انه عظيم يبقى ايه؟ اليم. ومرة يكون العذاب الاليم العظيم مؤلم للمادة ولكن النفس متأبية، يقول ومهين ومهين، يبقى ثلاث اشياء: عذاب اليم عظيم مهين. المنافقين والجماعة الكفار والماديين كلهم، فآثر الله وصف الإيلام، آثر الله وصف الإيلام، لان الإيلام ده للمادة وهم ماديين صرف، وهم يجيب لهم الوصف الإيلام. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الاوصاف للمنافقين، فقال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. يبقى اول مظهر من مظاهر النفاق ايه؟ ان يتخذ المنافق الكافر وليا له، يقرب منه ويوده ويتخذ منه النصرة والمعونة والمؤانسة والمجالسة، ويترك المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، كل فعل من الافعال البشرية لا بد ان يحدث لغاية تطلب منه، ولا يتجرد الفعل عن الغاية الا في المجنون، يفعل الافعال زي ما تيجي من غير هدف، لكن اي عاقل حين يفعل الفعل يفعله لغاية ولهدف يرجوه من الفعل. فالذين المنافقون هؤلاء يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ لاي شيء
ما احنا قلنا فعل الفاعل لا بد ان يكون لغاية. الفعل هو ان يتخذ الكافرين اولياء ونصراء دون المؤمنين، هذا هو الفاعل. وما الهدف من هذا؟ يبتغون عندهم العزة. يبقى إذن الهدف انهم يبتغون عند الكافرين العزة، لذلك اتخذوهم اولياء دون المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يلفتهم الى جهل. هذا الجهل هو انك اذا نسبت غاية فخذ الطريق الموصل للغاية ولا تأخذ طريقا يوصلك الى ضد الغاية. ما دمت تبغي العزة، ما هي العزة اولا؟ العزة مأخوذة ايضا من معنى مادي، وهي الارض العزاز. الارض العزاز هي الارض الصلبة الذي لا ينال منها الماء، ثم نقلت الى كل شديد، فكل شيء شديد يبقى فيه ايه؟ عزة. تبقى العزة معناها الشدة، ومعناها الغلبة، ومعناها النصر. كل دي في معانيها مأخوذة من الارض العزال التي لا تعمل المعاون فيها. فاذا قيل الله عزيز يعني ايه؟ غالب على امره، شديد لا يمكن ان يقدر على محاله او مكره احد ابدا. اذا قيل فلان عزيز، عزيز اي لا يغلب. اذا قيل هذا الشيء عزيز، ما دام الشيء ده عزيز يعني ايه؟ يعني نادر. وما دام يبقى نادر يبقى واخد ايه؟ نفاسه. والمعادن النفيسه كلها واخده حظها من ايه؟ من ندرته. يقول لك الشيء ده عزيز. الله، ما دام تبغون العزه الا تطلبون العزه عند من عنده العزه؟ ما دام العزه انتم تطلبون الشده، تطلبونها ممن؟ تطلبونها من نظرائكم. طب انتم حينما تطلبون العزة تبقوا انتم ما عندكوش عزة، لان لو عندكم عزة ذاتية ما كنتم تطلبون العزة عند الكافرين. اذا انتم فاخدين العزة وحبيتم تطلبوها، طلبتوها من مين؟ طلبتموها من مساو لكم في الاغيار، لان ما دام انتم ناس وهم ناس وانتم ما عندكوش عزه تبقى العزه مش ذاتيه. يبقى من الممكن انهم ما يبقوش ايه؟ اعزاء. اعزاء النهارده ما يبقوش اعزاء غدا. الله، لان اسباب العزه غنى، اسباب العزه قوه، اسباب العزه جاه، كل دي من الاغيار. فانتم تطلبون العزه فكانكم غير متصفين بالعزه. طلبتموها ممن؟ ممن زاد عليكم بان تكون عزته ذاتية لا تزول عنه ابدا؟ لا، طلبتموها من متعلق بالاغيار مثلكم. يبقى انتم حمقى لانكم طلبتم شيئا عند غير مالك له. وانتم لو اردتم العزة الحقيقية التي تغنيكم عن العزة اذهبوا الى مصدر العزة الذي لا تناله الاغيار، وهو الحق سبحانه وتعالى. فقال لهم ان كنتم عايزين تتعلموا انتم تتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم العزة، ومعنى ذلك انهم فاقدوا العزة. فاذا طلبتم العزة اتطلبوها من مثيل لكم في البشرية وهم من اهل الاغيار؟ ان كان عنده عزة النهاردة ما تبقاش عنده عزة بكرة، ان كان غني النهاردة ما يبقاش غني بكرة. اذا هي من الاغيار، وما دام من الاغيار وان لم تكن فيهم الان ففي امثالهم. الم تروا غنيا افتقر؟ هم زي كده. الم تروا قويا ضعف؟ اذا ما دمتم طلبتموها في هؤلاء معنى ذلك انكم غير اعزاء، وانكم طلبتم العزة من غير موضع. فان اردتم العزة الحقيقية اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. واذا قلت بقى فان العزة لله جميعا، هو يصوب طلب العزة. اطلبوا العزة صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزة ولا تتغير عزته.
فإن العزة لله إيه؟ فإن العزة لله جميعا. كلمة جميعا دي دلت على أن العزة لها أفراد شتى، عزة كذا وعزة كذا وعزة كذا. إذا أردت أن تحصرها تبقى في مين؟ تبقى في الحق سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ أم قال لك العزة أنك أنت تبقى شديد في نفسك وتستغنى عن غيرك. طب ده احنا في العبودية لله بنبقى عبيد لإله واحد، يبقى أغنانا عن أن نذل نفسنا لمين؟ لناس كتير قوي، وإلا كان كل واحد منا يذل نفسه لأي مصدر من مصادر القوة. فقير يذل نفسه الغني، ضعيف يذل نفسه، مريض يذل نفسه لإيه؟ لصاحب، خامل يذل نفسه لإيه؟ لوجيه ونابع. الله، يبقى إذا ساعة ما نقول العزة لله جميعا يبقى معناها إن أردت عزا ينتظم كل عزة تذهب إلى مين؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أعزنا نحن خلقه. لما يجي سبحانه وتعالى يقول أنت يا عبدي فقير وأنا أطلب من الغني أن يعطيك، لم يجعلك أنت تقترض، بل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف العزة، ما خلكش أنت اللي بتقترض، فإداك في الوضع كده. ولذلك لما جه واحد قال له يا أخي أنت بتروح تسأل الناس، سألت الناس ألا يعني تعف كده ولا تسألش؟ قال لي أنا ما سألت الناس إلا بأمر الله. أنا سألت الناس بأمر مين؟ فكأن تعليم الله والسائلين معناه أنه هو الشفيع له، في أنني حين أسألك لا أذل لك، ولكن نفذت أمر ربي. نفذت أمر ربي. ثم الشيء الذي يعتز هو به، أنت عايز تطلب العزة عند واحد، طب إيه بيعتز بتعتز بإيه؟ بقوته؟ طب ما هي موهوب من الله، ماله موهوب من الله، بدليل انه ياخده منه ولا لا؟ انه ياخده منه الله. تبقى العزة لله جميعا عند المؤمن وعند المنافق وعند الكافر، كلها راجعة لمين؟ كلها راجعة لله. ان العزة لله ايه؟ ان العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي وحدة الإيمان، وحماية وحدة الإيمان أن يصونه من تهجم أي مبتل عليه. والذين يغارون على الإيمان هم الذين آمنوا، فما دمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإيمان، إياك أن تهادن من يتهجم على الإيمان، لأنك إن هادنت كان هذا الإنسان الذي تهادنه وهو متهجم على الإيمان أعز في نفسك من الإيمان. يبقى إذن الحق يريد أن يحمي الإيمان فيمنع أي تهجم على الإيمان. وما دمت أنت قد ارتضيت الإيمان طريقا لك وعقيدة، تبقى تحمي هذا الإيمان من أن يتهجم به، أن يتهجم عليه أحد. فبيقول إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، نعمل إيه؟ قال إيه؟ ابعدوا عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا ما جاء واحد واقترأ على الإيمان بشيء من النقد أو بشيء من السخرية أو بشيء من الرمي والبطل، تقوم الغيرة الإيمانية للمؤمن على الأقل تعمل إيه؟ تنفض وتسيب مجلسه وتسيب. انا ما بقولوش انت اقف، لانه كانوا معاك لسه ما كانوش يقدروا يقفوا المواقف، قال على الاقل تعمل ايه؟ تسيب. ساعة تتركهم يعلمون ان عرض ايمانك وعرض دينك اعز عليك من مجالستهم. اما اذا جالستهم وهم يقودون في الايمان يبقى معناها انهم اعز من ايمانك. هذا يعطي الكافر نفسه
الذي خاض في الايمان وتهجم عليه ولم تنفعل انت انفعالة المنكر المعترض المتأبي الخارج، يوم يفهم ان ايمانك انت نفسه ما يستحقش منك الغيرة، فان اجترأ مرة هنا واحدة يجترئ بعد ذلك ايه، وربما جعلها ليصبر غورك الايمان. فان سكت مرة يزود، لكن حين يراك تهب وتنفض منه يوم يعرف ان ايمانك ايه، ان ايمانك عزيز عليه، وان ايمانك بربك وايمانك بالمنهج الذي انزله اعز عليك من ايه، من الابقاء، من الابقاء عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب، يبقى اذا دي مش آية ابتدائية، انما هي اشارة الى ان هذا حكم سبق، لان هذه الاية نزلت في المدينة. وقد نزل عليكم، اي نزلت عليكم آية في مكة. واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. الله، يبقى اذا ربنا هنا بايه بيشير الى انه انزل حكما، وكأن الحكم الذي نزل الاول انما نزل مع الكافرين في مكة، والكافرين في مكة كانوا بيستضعفوا المؤمنين، فما كانش القرآن او المنهج الايماني يمنعهم ان يجالسهم، لان فيك بينهم عبيد لهم ومنهم ناس متداخلين فيهم ومن مصالح مشتركة، ما كانش يقول لهم ما تقعدوش وياهم، لا قول اقعدهم، بس اذا حصل وولغوا في دينكم بالباطل وخاضوا فيه يبقوا سيبوا لهم الايه، سيبوا لهم المكان. فبيقول لهم افتكروا ان هذا الحكم حكم ممتد منقول لكم من البيئات المكية مع الوثنيين والعباد الاصنام، ومنقول انا ايضا مع اليهود ومع قد نزل عليكم، اي سابقا عن هذه الاية، اية سورة الانعام التي يقول الحق فيها، واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، في حديث غير. اما ينسينك الشيطان حكم الله لك في هذا، فاذا ما تذكرت لا تقعد بعد الذكرى. التكليف من الله تكليف بما يطيقه الفكر البشري، لان عرضا ننسى، عرضا ننسى هذا التوجيه، قال لك بمجرد ما تفتكر على طول. وقد نزل عليكم في الكتاب، اي في القران، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يلاحظ ان الذي نزل في الايه الاولى ليس سماع وانما هي رؤيه، بدليل ان الآية بتقول ايه، واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم، مجرد ايه، مجرد الرؤية الله. لكن هنا نقول ايه، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها، ان اذا سمعتم، هنا السماع ولا لا، هناك ايه، هناك الرؤية الله ايه، ام قال لك لان المهم مجرد العلم بانهم يخوضون في دين الله، لان قد يخوض بايه، برؤية بما يرى، وقد يخوض بما يسمع. يفرض انه جه المسلم وبعدين قعد يتغمد عليه كده وعمل بايده كده وشور ومش عارف ايه، يبقى ده امر يرى ولا يسمع؟ يبقى اذا المهم والمراد العلمي اما بالرؤية واما بالايه واما بالسماع. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره توحي بأنهم إذا ما خاضوا في حديث غيره اقعدوا. ده امتى؟ أم قال لك لأن كان الإسلام في أوليته وكان لهم مصالح مشتركة، ولا يستطيع المجتمع الاسلامي ان يتميز بوحدته، فكان لهم علاقات. لما هو يقول ما تقعدوش معهم خالص يبقى يقطع عنهم ايه، والاسلام في كثير من المراحل التي تتعلق بالاعتياد انما يأتي فيها مرحليات. المهم هنا في ان رأيتم واذا سمعتم، كلمة هناك يخوضون، واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة الخوض دي بتديني المعنى واضح مجسم ممثل، لان الخوض الاصل فيه ان تدخل في مائع سائل، يعني
ان تدخل في ماء زي المية زي الطين. ليه؟ ام قال لك لان القصد من الدخول هو ايجاد منفذ لك الى غايتك. ساعة تخوض في مائع، المائع ما بينفصلش كده شوية وكده شوية ويسيب لك طريق، ده انت بمجرد ما تمشي كده الماء يجي يختلط تاني، يبقى امر مختلط ولا لا؟ يبقى مش ممكن هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك فيه طريق. لذلك اخذوه في حديث الباطل لانه لا ينتهي الى حق، لحبطة. اذا رأيت الذين يخوضون، يبقى الخوض الدخول في ماء، والدخول القصد منه وجود طريق تنفذ منه. مثلا افرض انك انت دخلت مثلا في حتة رملية، تقدر تزيح الرمل كده والرمل كده وتمشي ولا لا؟ الرمل ما يرجعش يقفل الطريق تاني، لكن المائع تمشي كده يروح الماء، اذا ما تقدرش. فقال لك ولذلك يؤخذ للخوض في الباطل. ليه؟ لان الباطل ملوش هدف، والجدال في الباطل ما ينتهيش الى نتيجة. قال لك اذا الخوض يبقى دخول في الباطل، او دخول فيما لا ينتهي الكلام فيه الى غاية. ولذلك يقول لك ايه؟ لا تخوضوا في مسألة الصفات، هذه مسألة لا يصح الخوض فيها. يعني ايه لا يصح الخوض فيها؟ لانه مش هينتهي فيها الكلام الى ايه؟ الى كل ما تتكلم كلمة ده يدخل بكلمة وتختلط الايه؟ الامور، فلا تميز فيها. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آياته: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من اللي أنزل؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في خوضهم يلعبون يعني في باطلهم، مش هينتهوا فيها إلى إيه؟ وهناك يقول لك لما يجي يقول لك ايه؟ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سوره تنبئهم بما في قلوبهم. وبعدين لما تيجي تتكلم وياهم تقولوا ايه؟ انا كنا نخوض ونلعب، ده مساله يعني كانت كده يعني ماشيه كده. الله. اذا الخوض الدخول في مائع، وما دمت قد دخلت في ماء فلن تجد فيه طريقا معبدا، بل يختلط المدخول فيه بالمدخول عليه ولا تتميز الاشياء، واخذ منه الخوض بالايه؟ بالباطل، او الخمض في اللعب اللي ملوش ايه؟ اللي ملوش غايه. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شوف الكلمه اللي ترعب بقى المؤمن: انكم اذا مثلهم. ايه اللي انكم اذا مثلهم؟ يعني ايه انكم اذا مثلهم؟ ده يعني معناها لانكم ان قعدتم معهم وهم يخوضون تبقوا ايه؟ لانك سمعت الخوض في دينك والباطل فيما امنت به ولم تغر ولم تتحرك، يبقى انت ما انكرتش عليهم، يبقى انت مثلهم ولا لا؟ لان الراضي بالكفر يبقى ايه؟ يبقى كافر. انكم اذا مثلهم. هنا بقى الآية أعطتنا مرحلية أولية. فإذا ما كان المؤمنون أو البيئة الإيمانية أو المجتمع الإيماني بقى مجتمع ذاتي، مجتمع متكافل متكامل في ذاته، نبقى نقعد معهم؟ قال لك لا، ولا نقعد ولا نسأل عنهم بقى، ما والونا نواليهم. لكن بعد كده تقوم انت تيجي تشوف الفساد الذي يجرئ الناس على الخروج على مناهج الله، هي هذه المسألة. أن تجد ساخرا من دينك ولا تنهره، أن تجد من يخوض بالباطل في أي منهج من مناهجك ولا تلوم. أنت إذا مثلا نظرت الفساد يستشري الذات، أنت مثلا لما تيجي الواحد بيألف أغنية، وأغنية خليعة وأغنية مثيرة وأدب مكشوف، لو أن الناس طبقت منهج الله فيه لأعرضت عنه حتى يخوض في حديث غيره. إنما تجده يبجل ويعظم، يقول لك يا سلام شاعر
مش عارف الغناء وشاعر اللي مش عارف الايه وشاعر العهد وشاعر امال بيصادف تكريم. يبقى لو انتم اعرضتم عنهم ولم تبدوا يعني ما نهرتهمش بس ما تبدوش اعجابكم بهم، كان من الممكن ان كل واحد يعرف انه لو انحرف عن الخط الايماني قيد شعره لوجد مجتمعا يهب فيه. انما مجتمع يكرم من يخوض بالباطل، طب ما انتم اغريتم الناس ان يخوضوا بالباطل. يجي يعمل مثلا اغنيه خليعه اغنيه مثيره وبعدين يجي واحد يلحنها برضه التلحين المتكرر برضه يخوض بالباطل، وبعدين واحده تغنيها بالتلوي والول الى اخره وتجد لها تصفيقا وتجد لها هتافا وتجد لها وكذا وكذا وكذا، وهم دي بتخوض بالباطل. لو اعرضنا عنهم ماذا يكون موقفهم؟ كانوا التمسوا للحياة وللعيش طريقا اخر غير طريق الافتراء على الدين والخوض بالباطل في دين الله ومنهجه. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولا واحدة مثلا تمر وبعدين ترقص وتتخلى وتلاقي الناس عمالة بتصفق ليه؟ طب ما هو ده برضه اما بالرؤية واما بالسماع، فالسماع بالكلمة وباللحن وبالتنغيم خدت بالك، وبالرؤية بالتلوي، والعملية اللي انتوا عارفينها دي كل دي خوض بالباطل. يبقى فساد المجتمع الاسلامي جاي منين؟ مش جاي اننا اذا راينا من يخوض فيه بالباطل في دين الله بنقطعه؟ لا، ده احنا بنكرمه وبنعمل له منزله وبنعمل له مكانه وبنجعله سبيل للعيش، سبيل للعيش. ولو ان الذين يعيشون من مكاسب هؤلاء تنبهوا لعلموا انهم يدخلون في اجوافهم الحرام. كان كل واحد يقول لامه اللي بترقص جايبه دي منين؟ ابوه اللي بيغني غنى متكسر يثير الانترش يقول له انت جايب اللقمه دي ما تدخلهاش بقك. لو ان المجتمع كان بالشكل ده كنت تشوف مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف يشمئز حين يسمع شيئا من الاشياء التي تقدح في دين الله. والا اذا كرمناهم يبقى انتهت المساله ولا لا؟ يبقى اذا واذا رايت الذين يخوضون لكل ما يرى مما يخالف منهج الله. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، ولا وسيله للاعلام البشري الا ان ترى فعلا او تسمع قولا. فان رايت فعلا يشجع منهج الفساد في الارض فاعلم ان ذلك خوض بالباطل في دين الله. كلمه فلا تقعدوا معهم، قوموا من وياهم، دي معناها يعني توحي بالمقاطعه. حتى لما يكون واحد بالشكل ده وساكن في محل وهياخد من البقال اكل يقول له والله ما اديك تاكل، جزار يقول له لا ما اديكش، واحد له مصلحه يقول له ما اعملها لكش، ادي المقاطعه. كان الكل ايه؟ كان كل واحد يتادب وكل واحد يعرف ان المجتمع غيور على دينه الذي امن به، وان الله في ذاته اعز عليهم من كل تكريم يرونه في ايه؟ في مجتمعهم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ده انت تشوف تلاقي لما يجوا للحظة الطهر في حياة الناس، لحظة الطهر في حياة الناس اللي اسرفوا على نفسهم، يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقول له يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب الى الحج بقى، ارتاح من المعاصي. يقوم هذه اللحظة لحظة الطهر الذي يريد الرجل او الشاب ان يبني حياته على طهر فيها، ساعة يأتونها في فيلم ولا في تمثيلية يجيبوا مأذون يهزأوا فيه ويظهروه بمظهر ايه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخرية. بالله ارأيتم دين الاخر يأتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ اذا الحملة كلها ضد الدين، ضد الاسلام. بس انا ما نصفناش للكنيسة جابوا واحد عشان يهزقوه لانه بيعقد اكليل، انما يجيبوا واحد جاي عشان يعقد عقد، يجيبوا في شكله في اندامه في لغته في استقبال الناس له شكل تهزيق كله. يبقى معناها ايه؟ مش استهزاء بقى، لحظة الطهر في حياة الانسان في قبلها بالاستهزاء بالشكل ده. مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاء، ومع ذلك ما شفناش. يا الله ايه الحكاية دي؟ يبقى دي حملة، وحملة مستوردة ضد كل ما هو اسلام، والا ما شفناهاش في الاديان الاخرى ابدا بيهزقوا فيهم ابدا، كأنه لا يتزوج الا المسلم.
ولا يوثقوا زواجا الا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا اخي، ما تجيبوهم تعرضوهم اشمعنى يعني؟ لاننا مستوردين. التهجم على دين الله وهو الاسلام هو هذا اللي مكوّر. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. قضية بقى تخلي الانسان المؤمن يرعب بقى. ان احترم واحد من الشكل دول ولا اديله وده ولا اداله محبة ولا اداله مجاملة، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثلهم. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والمولدين في الباطل دول شاف المجتمع عمل منه كده كان يذهبوا الى الصواب، ويشوف له حكاية تانية ياكل منها عيش ويأكل اولاده لقمة حلال. انكم اذا مثلهم، وما دام مثلهم ابشروا انكم هتبقوا وياهم في الاخرة. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستبطئوا هذه الحياة لانها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا 10 قرون ولا. لا يا اخوي، ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه، وعمرك يمكن ان ينتهي بغلطة واحد ماشي كده تلاقي السيارة يروح شاططها، بتمد ايدك على كبس كهرباء تروح شفطاك وبلعاك. يعني مسألة يعني مش سهلة يعني، ما تقولش لا بعيدة. لا تستبطئوها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين. كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف أخباره إيه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من أخباره. قل هل تربصون، أنتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه؟ وقاعدين على حوافزكم ليه؟ تتربصوا بينا ايه؟ يعني يقول لك انت قاعد يعني متأمرش ليه؟ مستني ايه فيا يعني؟ يبقى ده معناها انهم واخدين بالهم ايه؟ منكم قوي. فان جه خير يعوزوا يستفيدوا منه. مش كده كويس؟ وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه؟ في ظاهرهم ايمانيين وفي باطنهم ايه؟ كفار. وهم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا امورهم معه على ما يجيء نتيجة التربص. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله، يعني معركة كده وانتصرتوا فيها وخدتوا غنائم، يقوموا ايه يقول احنا مش كنا وياكم، ما تضربوا لنا بقى بسهم في الغنيمة دي. فان كان لكم ايه فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، يعني احنا كنا ايه وياكم، ادلنا بقى ايه من النصيب. وان كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ علي يعني ايه؟ يبقى المتربص هو المنتظر ما يحصل للمتربص به خير او شر. ان كان خير يريد يقتنص منه ايه خير، ان كان شر ياخد من المقابل. ان كان لكم فتح نصر وغنيمة، قالوا احنا وياكم ادونا من الغنيمة. طيب وان كان للكافرين يقولوا ألم نستحوذ عليكم، استحوذ على الشيء يعني حازه جعله في حيزه، يقولوا استحوذ عليهم الشيطان جعله في ايه، جعلهم في حيزه. ألم نستحوذ عليكم يعني ايه نستحوذ عليكم؟ انك لما يكون في معركة يوم المنافقين عارفين الايه، طبعا الكافرين بتقاتل المؤمنين والكافرين، والمنافقين يدخلوا في الموضوع. يوم لما يدخلوا يلاقوا الايه الكافرين في معركة، يقوموا يعملوا انهم استولوا عليهم عشان يحموهم من مين؟ من سيوف المؤمنين. ولما يحموهم من سيوف المؤمنين يقولوا احنا استحوذنا عليكم يعني منعناكم من مين؟ من القتل، وكنا نقدر نقتلكم وكنا نقدر ايه نقتلكم، ادونا بقى ايه ادونا نصيبنا. شوف الكلمه، شوف القران واداؤه، اداؤه البياني يقول ايه، ان كان لكم فتح، ادي فتح بالنسبه لمين؟ للمؤمنين. طب وان كان والكافرين يجيبهم فتح برضه؟ لا، نصر شيء من الغلبه بس.
وإن كان للكافرين نصيب نصيب مش فتح بقى لأن النصيب قد يكون من الشر. نعم. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حين يرد أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائما إلى أمر قد لا يطول أجل السامع لينتظره في الدنيا. يقوم يجيب له المسألة اللي مقطوع إيه؟ لأن مثلا يقول له لا ده أنت هتبقى تنتصر عليه، يمكن يموت قبل ما ينتصر. يبقى الوعد ما صدقش في حقه، وإن صدق في حق من أنزل أجله إلى أن ينتصر. ولذلك إحنا قلنا حينما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد لنفسه في بيعة العقبة مع الأنصار قالوا له فما لنا إن نحن وفينا بهذا العهد. طب انت خدت لنفسك الشروط، احنا بقى يبقى لنا ايه إن وفينا لك بهذا العهد ومنعناك مما نمنع منه أنفسنا. قال لهم ايه؟ لكم الدنيا، لكم الغنائم، لكم النصر، لكم انكم تستولوا على الأقطار والأمصار، لكم كأم. قال لهمش عجبه، قال لكم الجنة. لأن دي هي الأمر الإيه؟ المقطوع بوجوده لكل سامع على الإيمان. إنما افرض إنه قال له هيبقى لك تاخد فارس، تاخد الروم، تاخد اليمن، يمكن يموت قبل ما يروح الحتة من دي، يبقى ما خدش، فيديله الإيه؟ الشيء المشترك اللي كل واحد هيبقى إيه؟ حيانا. وأيضا لأن الحياة أتفه من أن تكون ثمنا للإيمان. بيقول لهم ما تطلبوش الثمن هنا، ده الثمن يبقى هناك. ليه؟ لأن الغايات اللي تجيلها الأغياب، إحنا قلنا إن نعيم الحياة إما أن يفوتك وإما أن تفوته. فنعيم تفوته أو يفوتك، يبقى ده ثمن لإيمان؟ ده الثمن للإيمان ده لازم يكون إيه؟ باقٍ ببقاء من آمنت به. ثمن الإيمان يكون باقي ببقاء من إيه؟ من آمنت به. حتى الأثر الفعلي لجزاء الله سبحانه وتعالى بيكون عند بعض الناس ما هوش مطلوب. يعني يقول لك اللي هيعمل صالح كذا كذا هندخله الجنة. صحيح هيدخل الجنة. إنما يجي لبعض الناس يقول لك إيه؟ أولئك هم مش في جنة الله، يقول لك هم في رحمة الله هم فيها خالدون. الله، ايه الفرق بين جنة الله ورحمة الله؟ ام قال لك لان الجنة باقية بابقاء الله لها، يقدر يفنيه، انما رحمة الله باقية ببقائه. يبقى ايه اللي احسن؟ يبقى في الذاتية، في الايه؟ في الذاتية. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا ما ببنيش المؤمنين بالجنة، لان الجنة دي عندي أتفه من أن تكون ثمنا للإيمان بإله. اللي يناسب الإيمان بإله باقي أن يكون النعيم إيه؟ النعيم باقي. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. اوعى تقول يوم القيامة فين؟ حلني. قل له لا، من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته. خلاص انتهت المسألة. يقول ايه ازاي لبسته ايه؟ قعدته قد ايه يعني؟ ايه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القضية الأولانية فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله هيحكم في قضية إيمانية بيه بين مؤمنين وبين ايه؟ كافرين. وبيقول ايه بقى؟ بيقول اسمعوا، وما دام ربنا اللي قال ولا فيش اله تاني يعترض عليها او يغير الراي، يبقى مش هيوجد سبيل للكافرين ابدا. لا يوجد للكافرين سبيل. والى لقاء اخر ان شاء الله.